ما خلاكم مباشرة، بس خلينا ناخذ رشيد. تمام. هو جاهز طبعا. هل حلو؟ يا الله نصرك نصرك يا الله فرجك فرجك يا الله فرجك فرجك يا الله يا ابو عارين يا بطل يا ابو عارين يا بطل يا رمز المعتقل يا رمز المعتقل قولوا الله قولوا الله قولوا الله قولوا الله هذا اسير مو حي الله هذا اسير مو حي الله هذا الاشقر مو حي الله هذا الاشقر مو حي الله يا اشقر سير سير يا اشقر سير سير واحنا وراك للتحرير واحنا وراك للتحرير يا مقداد يا بطل يا مقداد يا بطل يا رمز المعتقل يا رمز المعتقل يا فسفوس يا بطل يا فسفوس يا بطل يا رمز المعتقل يا رمز المعتقل ابو هواش سير سير ابو هواش سير سير ابو هواش سير سير ابو هواش سير سير واحنا وراك للتحرير واحنا وراك للتحرير يا اعراج يا بطل يا اعراج يا بطل يا رمز المعتقل يا رمز المعتقل يا عياد يا بطل يا عياد يا بطل يا رمز المعتقل يا رمز المعتقل من طول كرم الأبية من طول كرم الأبية لا عياد تحية لا عياد تحية للأشقار تحية للأشقار تحية لا مقداد تحية لا مقداد تحية للأعراج تحية للأعراج تحية لبهواش تحية لبهواش تحية يا مقداد سير سير يا مقداد سير سير واحنا وراك للتحرير واحنا وراك للتحرير يا الله يا الله يا الله يا الله نصرك نصرك يا الله نصرك نصرك يا الله من الحدود لا الحدود من الحدود لا الحدود علم عليهم محمود علم عليهم محمود من الحدود لا الحدود من الحدود لا الحدود علم عليهم محمود علم عليهم محمود من القدس لطبرية من القدس لطبرية علم عليهم زكريا علم عليهم زكريا يا الله يا الله يا الله يا الله نصرك نصرك يا الله نصرك نصرك يا الله ملنا غيرك يا الله ملنا غيرك يا الله ملنا غيرك يا الله ملنا غيرك يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا الله يا الله يا الله نصرك نصرك يا الله نصرك نصرك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فرجك فرجك يا الله فرجك فرجك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بدنا الأسرى يا الله بدنا الأسرى يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. إنه لمن دواعي فخرنا أن نكون في هذه اللحظات والمتأخرة ليلا في منزل الأخ القائد والمجاهد دوائي الأشقر المضرب على الطعام للحرية والذي يدخل شهره الثاني للإضراب على الطعام. الأخ دوائي الأشقر قامة وطنية وجهادية نعتز بها كثيرا، وهو أيضا سريل بيت من بيوت الجهاد والمقاومة والشهادة. فمن هذا البيت تخرج الشهيد وخرج الشهيد البطل والمقدام الذي استشهد مقبلا غير مدبر محمد الأشقر الذي قتله الاحتلال وجها لوجه في مواجهات في سجن النقب الصحراوي عام 2007 في اقتحام وعدوان كبير كان في سجن النقب الصحراوي عام 2007. وربما فيلم الجزيرة الأخير وتامر المسحان ومخفي أعظم لم يأتي على ما حدث عام 2007 من قتل الشهيد دؤي الأشقر يمارس محمد الأشقر عفوا، ونسأل الله أن يحفظ دؤي الأشقر. محمد قتله الاحتلال بدم بارد بالرصاص المباشر في سجن النقب الصحراوي في اقتحام عام 2007، والاحتلال اليوم يتحمل مسؤولية الأخ المجاهد والقائد لؤي الأشقر الذي نؤدي له التحية، ولكل الأسرى المضربين على الطعام اليوم الذين يدخلون حالات صحية صعبة جدا وفي الإضراب في لحظات متقدمة للإضراب ومراحل متقدمة جدا. هنا في الإضراب عن الطعام مقداد القواسم يحضر الآن في صيدا، وكايد الفسفوس وهشام أبو هواش وعياد قهريمي وعلاء الأعرج، وهؤلاء الأبطال الستة مقداد وكايد وهشام وعياد وعلاء الأعرج وأيضا لؤي الأشقر. تحية لأهلهم وذويهم في بيت لحم في طول كرم في دورة في الخليل في صيدا البطلة. وقفتنا هي للكل لكل إخوة الأسرة للأسرة المعزولين ستة أبطال أبطال النفق لا زالوا في العزل: محمود العارضة، محمد العارضة، أيهم، مناضل، يعقوب، زكريا. ستة أبطال، ستة أقمار فلسطينيين، وتقريبا أيضا مثلهم خمسة أقمار أيضا ساعدوا في نفق الطريق إلى القدس، واليوم يدفعون الثمن عزلا داخل سجن الاحتلال. ابني العمومة من آل أبو بكر محمود وعلي أبو بكر، وأيضا محمد أبو بكر وعلي أبو بكر من يعبد البطلة يعبد القسام، وأيضا محمد شريم من مخيم جنين وقصي مرعي من مخيم جنين وإياد جرادات من سيرة الحارثية. نؤدي لهم التحية ولأهلهم وذويهم، كما نؤدي التحية لقائدي الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي داخل سجن الاحتلال، رئيسها الحالي الأخ القائد والمجاهد زيد بسيسي في عزل في شطة الذي نقل مؤخرا إلى عزل شطة، وأيضا الأخ المجاهد والقائد ورئيس الهيئة القيادية السابقة أبو حذيفة عبد الله عارضة الذي يعزل وينقل اليوم إلى عزل سجن مجدو الاحتلالي. نحن على ثقة بأن الإخوة الأسرى الذين اجترحوا الحرية واجترحوا الكرامة واجترحوا التحرير بأناملهم الطاهرة بقوة الله عز وجل سيتحررون، وهذه الثقة التي تجدرت وبانت من كل تصريحاتهم في المحاكم الأخيرة التي وضحت يعني لكل العالم بالقول بتحرير فلسطين، حرية فلسطين، وكلمة حرية الكلمة الوحيدة التي نطق بها محمود العارضة ثقيلة جدا، هي ثقيلة وتحملنا الأمانة. حرية لإخوة الأسرة، هو ينشد الحرية، ينشد الحرية للأرض والإنسان والأسير ولمقدمة مقاومة شعبنا الأسرة داخل سجن الاحتلال. فسلام عليك أخي محمود ولكل الأسرة السلام، ولأخي لؤي الأشقر شكرا لك أخي أبو عبادة الشيخ رضي النصار الذي قدمت فورا من وتركت أهلك وذويك في علار الجارة الحبيبة لصيدة الحبيبة لتكون هذه الليلة بين ذوي الأخ الفاضل فينا أبو عرين لؤي الأشقر الذي نؤدي تحية لأهله وعياله وأطفاله ووالده العم الحبيب أبو لؤي ولخالتنا الكريمة الخالة أم لؤي ولإخوانه ولكل الأهل في صيدا عرين الجهاد والمقاومة التي دوما نذكر أنه ما دخلها الاحتلال إلا وخسر، ونحن على ثقة بوعد الله عز وجل أنه سيخسر في معركة مع الأشقر والأسرى المضمين عن الطعام إن شاء الله تعالى. نبارك لكم هذه الوقفة ونشكركم جزيل الشكر على مؤازرتكم لنا، وهذه الوقفة لا تكون إلا فعلا من رجال ويحسبون رجال،
بارك الله فيكم والحمد لله على سلامة أخونا أبو عبادة، ونشكر الجميع وبارك الله فيكم جميعا إن شاء الله. تحيتنا العالية، تحيتنا العالية للأمعاء الخاوية، للأمعاء الخاوية. تحيتنا بحرارة، تحيتنا بحرارة للأمعاء الجبارة، للأمعاء الجبارة. يا الله يا الله، يا الله يا الله، نصرك نصرك يا الله، نصرك نصرك يا الله. في هذا المقام نؤدي التحية لمجاهدينا وإخوتنا ورفاقنا ومناضلينا هناك في نابلس البطلة، للمعتقلين السياسيين في سجون السلطة، أبناء حركة الجهاد الإسلامي التي تستهدف اليوم في نابلس البطلة، وفي مقدمهم إبراهيم الحلبي، وأيضا الشيخ محمد بداح ومحمد القط، وكل الأبطال الذين اعتقلوا، وعزة الأقطش وليث برهم، خمسة أبطال من إخوتنا ومجاهدينا ونشطاء الحركة الطلابية، ومنهم أيضا النشطاء من جامعة النجاح الوطنية. حركة الجهاد الإسلامي وجودها في نابلس وأن تكون قوية هو خير لشعبنا ولمقاومة شعبنا، هو جنين جديدة ستكون في نابلس، وهذا ما يخشى الاحتلال، وهذا ما يحذر الاحتلال منه، وهذا ما يهدد الاحتلال به إخوتنا المحررين في حال استدعائهم إلى سجن ومقتصبة حوارة قرب حوارة البلد. هناك معسكر اسمه حوارة، وعلى أرض حوارة يهدد الاحتلال المجاهدين ويستدعيهم ويقول لهم أنه سيمسكهم نسفا إذا انتقلت جنين إلى هناك. فأن نكون في نابلس هذا خير وبركة، أما أن نحارب فلسطينيا ونعتقل في سجون فلسطينية فهذا مؤلم لنا. لمصلحة من ولعيون من نمنع أن ندخل الجامعات؟ هذه الجامعات التي تخرجت الفدائيين والاستشهاديين، لماذا يتراجع دورها؟ لمصلحة من؟ الاحتلال الذي قيدنا وكبلنا وأدخلنا إلى سجونه وأبعدنا عن أهلنا وشعبنا، اليوم هو الأكثر فرحاً وغبطة أن نمنع دخول الجامعات الفلسطينية، أن نعتقل في السجون الفلسطينية. نحن لم نقم لا لوزارة ولا لجاه ولا لمال، قمنا من أجل أن نقاتل، وقالت حركة الجهاد الإسلامي القتال الآن والجهاد الآن. فالتحية لأهل هناك، والتحية لآل دعدس في شهيدهم شبل الجهاد محمد دعدس، والتحية لذوينا وأحبابنا الذين اقتحمت بيوتهم وطلبوا من السلطة الفلسطينية بعد تشييع جثمان الشهيد محمد دعدس. سلام على الشهداء وعلى رسول الله السلام. يا سير سير سير، يا سير سير سير، واحنا وراك للتحرير، واحنا وراك للتحرير. قولوا الله قولوا الله، قولوا الله قولوا الله، هذا معتصم موحى يالله، هذا معتصم موحى يالله. يا معتصم سير سير، يا معتصم سير سير، واحنا وراك للتحرير، واحنا وراك للتحرير. يا رداد يا بطل، يا رداد يا بطل، يا رمز المعتقل، يا رمز المعتقل، يا جاسر يا بطل، يا جاسر يا بطل، يا رمز المعتقل، يا رمز المعتقل، يا فني يا بطل، يا فني يا بطل، يا رمز المعتقل، يا رمز المعتقل، يا ابو احمد يا بطل، يا ابو احمد يا بطل، يا رمز المعتقل، يا رمز المعتقل. يا الله يا الله، يا الله يا الله، فرجك فرجك يا الله، فرجك فرجك يا الله، من الحدود لا الحدود، من الحدود لا الحدود، علم عليهم محمود، علم عليهم محمود. أنا أقول حقيقة، أخونا أبو عريم، مع أننا نعتز أننا من أبناء حركة الجهاد الإسلامي، ولكن أقول نحن أولا أخوة في الدين،
وقال الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: من لا يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. مع الحضور المبارك، ولكن أقول التضامن والوقوف مع الأسرى هو ما زال ليس كما يستحق الأسرى، ولا بالطموح والتطلعات. آن الأوان لأن تدول قضية الأسرى وأن تصبح ثقافة في المساجد والمدارس والبيوت والشوارع والأسواق وفي كل مكان، لأن الأسرى ليسوا وحدهم ولم يعتقلوا لا على دجاجة ولا على شك راجع، اعتقلوا للدفاع عن أسرى ومسرى ومقدسات وشرف وكرامة الأمة بأسرها، عوضا عن أنهم أبناءنا. وآن الأوان لأن يفعل كل منكم، إنك على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، مسؤول عن كل معاناة، عن كل ألم، عن كل فراق، عن كل حسرة يتعرض لها ذوي الأسرى، أبناء الأسرى، آباء الأسرى، أمهات الأسرى، زوجات الأسرى، أقارب الأسرى. نحن اليوم يقول لنا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا ليس شعارا، يجب أن يطبق على أرض الواقع حتى نشعر بمعاناة أبناء لؤي الأشقر وليس لؤي. لؤي تاج على رأسنا، أخ حبيبا لنا، قائدا في حركتنا، صديقا وعزيزا، سنقف معه حتى النهاية مهما كانت العقبات والمعوقات والجدران والمنغصات، سنبقى مع لؤي وكل الأسرى دون استثناء. ولكن على الجميع، على العائلة، على البلدة، على أئمة المساجد، على مدرسي المدارس، على الفلاحين، على المزارعين، على النجارين، على الحدادين، أن يستحوا ويخجلوا من أنفسهم ومن عروبتهم ومن إسلامهم إذا لم يكن هم الأسرى في سلم أولوياتهم. بارك الله فيكم. شكرا لكم. شكرا شباب. شكرا.